البداية وبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء نور الدين حنبلي قائد الناحية العسكرية الخامسة، وقف السيد الفريق سعيد شنجريحة بمدخل مقر قيادة الناحية وقفة ترحم على روح الشهيد البطل زيغود يوسف الذي يحمل مقر قيادة الناحية اسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له وتلا فاتحة الكتاب على روحه وعلى أرواح الشهداء الأبرار. وبمقر قيادة الناحية عقد السيد الفريق لقاء توجيهيا مع إطارات ومستخدمي الناحية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابعها جميع أفراد الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها على أن واجب الوطنيين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل تحقيق التغيير المنشود. إن واجب المواطنين المخلصين اليوم وفي طليعتهم الجيش الوطني الشعبي سلي الجيش التحرير الوطني هو المساهمة الفاعلة في إنجاح الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور من أجل تحقيق التغيير المنشود، فالكلمة الآن أصبحت للشعب الجزائري الأبي الذي سيعرف كيف يبني دولة القانون التي لا سيد فيها سوى القانون، ولأن الأمر يتعلق بالجزائر أرض الملايين من الشهداء الذين منحوا أعز ما يملكون من أجل أن يعرف وطنهم معاني التحرر الحقيقي ومعاني الاستقلال الكامل المتمثل في تمكين الإرادة الشعبية بمفهومها الحقيقي والصحيح من رسم معالم مستقبل الوطن بكل حرية وديمقراطية. إثر ذلك ترأس السيد الفريق اجتماع عمل حضره كل من المدراء الجهويين ومسؤولي المصالح الأمنية وقادة القطاعات العملياتية، تابع خلاله عرضا شاملا قدمه قائد الناحية حول الوضع العام في إقليم الاختصاص، حيث أسدى السيد الفريق بهذه المناسبة جملة من التعليمات والتوجيهات التي تصب في مجملها على ضرورة التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات والتدابير الوقائية من أجل ضمان السير الحسن للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقبل. بعدها عاين السيد الفريق المركز الجهوي للإشارة حيث وقف عن كثب عند مدى تقدم أشغال إنجاز هذا المركز الذي سيكون بمثابة دعامة أساسية تضمن مختلف الاتصالات لفائدة كافة وحدات الناحية العسكرية الخامسة.